نعرفوا أنه باش نحلوا مشروع لازمنا تراخيص من مختلف المؤسسات التابعة للدولة، ولكن ساعات مؤسسة ولا وزارة تعطيك ترخيص والثانية تقول لك لازم تسكر المحل. هذا اللي صار النجوى، قيد التفاصيل في حكايتها. في نهار شتاء بارد وممطر كنت على موعد مع مدام نجوى صاحبة جاردوري. عسلامة، شحوينك مدام؟ مرحبا عيش، لبس عليك هذه الروضة والحضانة المدرسية مفارغة. علاش؟ للأسف قرار غلط من تعسفي، يعني تغيير الصبغة اللي هي نحن تواريخ أمورنا قانونية ماخذين رخصتنا من وزارة المرأة، يعني سلطة الإشراف على المؤسسات، وماخذين رخصتنا من الحماية. التغيير الصبغة حتى مؤسسة في كامل تراب الجمهورية ما عندهم تغيير الصبغة. الحضانة متاع مدام نجوى خدمة عام ناول وثلاثة شهر سنة، لأنه بلدية تونس أصدرت فيها قرار غلق. المشروع بدأت مولاته بقرض قيمته 35,000 دينار. أنا قبل كنت حالة زادة روضة وكريش وكل استديغ، عمري ما تعرضت لها الورقة هذية. البلدية كنا ما نتعاملش معها أصلاً، كنا ما نتعاملش معها أصلاً. راه عندي 20 سنة راه في الدومين، راني في المؤسسة. أنت عامل مؤسسات أخرى؟ عندي مؤسسة كريش وروضة وكل شيء. يعني حالة قبل عمري ما تعرضت للورقة هذية. استجيبوا للأمور القانونية، تعطيكم وزارة المرأة ترخيص. ترخيص ناخذوا رخصتنا نخدموا على روحنا. عندكم رخصة اليوم؟ وزارة المرأة عنا رخصتنا. يعني البلدية بعثت لكم مراسلة قالت لكم راكم مخالفين القانون؟ ديريكت قالت لنا قرار غلق، سي با مخالفين ولا حاجة. إذا كان هي حبت يعني باي إكزومبل قالت لكم ما عندكمش الحق تحلوا، مع قرار غلق نهائي ديريكت. فهمتني؟ كي جيت نستفسر عليها قلت لها شنو المطلوب، قالوا لي تغير الصبغة. شنو ما الأوراق؟ قالت لي تحطوا الأوراق هذم وهذم وهذم. مشيت عملت الدوسيي كامل، صبيته في الملف، صبيته للبلدية من جانفي اللي فات. لا جاتني حتى إجابة، لا بالرفض لا بالقبول. السبب متاع قرار الغلق حسب البلدية أنه مدام نجوى ما عندهاش الحق باش تبدل صبغة المحل. شو معناها تغيير الصبغة؟ تعطيل في المشروع برا. معناها أنت خذيت الدار هذية أو خذيت المحل كريتو، ما عندكش الحق تعملوا لاستغلال تجاري أو استغلال معناها أبيوت لوكراتيف. حسب تفكيرها هي، حسب تفكير البلدية، خاطر نحنا ديجا كي نحلوا مؤسسة هي لوكال سكني، في أي مؤسسة تحل دار سكني تردوا كوميرسيال. أنت العقد نتاعك شنو؟ دار ولا؟ عقد كريتو على أساس حضانة مدرسية، كريلي حضانة مدرسية. قال ما كريه لك على أساس حضانة؟ كتب وكتب في الكونترا حضانة مدرسية. بالك شي مثال التهي العمراني هوني لا يستجيب المشروع نتاعك للمثال هذا. اذا كان ما يستجيبش تعلم وزاره المراه ويكونوا على علم لي دو فرد مره ما ناخذوش كونيكسيون بيناتهم، حتى ناخذوا رخصتنا مش نصرفوا وناخذوا كريديات وكل شيء ونهيئوا المحل كما يلفو وكل ونجيو نلقاو هكا نتصدموا بالقرار الغلق عليه. قاعده نخلص في الكري ما فماش حتى يعني اقسام كبيره، اقسام فارغه والاقسام ما فماش. شو يقولوا لك الصغار ولا الاولياء؟ أولياء قادوا كحدهم صراحة، ما رادش حتى الطفل، مصلحة الطفل ومصلحة الولي اللي يخرج من الصباح يعلم ربي بحاله. وحكينا مع أولياء ومعلمين على وضعية الحضانة اليوم. مدام سندس، أنت ولية ومعلمة في نفس الوقت. هيدي الجاردوري شنو هو اللي كان الحاجة اللي فيها تقلق مش أنا تسكر؟ صراحة فيهاش حاجة تقلق، ما شاء الله عليهم. نبداو كوالية، أنا نبدأ بولدي في من ناحية التعليم، عندها ما شاء الله إطار تربوي يشهد له بكفاءته. كي أنت صغير 6 سنين يقولك الجارد متاعي وصحابي ومعلماتي، معناها هذا هو توا ولا الموضوع متاعنا في الدار؟ صحيح فما قانون وإحنا مع القانون، لكن فما حاجة اسمها روح القانون. المدرسة المؤسسة هذه ما عندهاش علاش باش تسكر، بما انها الورقة اللي طالبينها ما تمثلش خطر اولا على الطفل او حتى على الاطار التربوي او حتى معناها على الولي. ما صعب يتوضح لنا السؤال هذايا وكها، وراو اللي ورانا موجودين وبامور قانونية كان تلقى عندهم حتى رخصة
اللي فما تعملوه معناها بالقانون وباللي تحبوا انتوما. انا اليوم توا مثلا ولادي في ام جروناج، انا اليوم هاني نستنى في ولدي مثلا معلمه اليوم غايبه، انا نستنى في ولدي هو اللي انا هزيته وانا ورجعته الخدمه هكا وليت مره اوتوريزاسيون نمشي ونخرج في ساعه ناخذ نهار ما نجمش. تعب لي انا ماشي وجاي كل يوم خاطر انا جبت بناتي على خاطر اسم الروضه هذه وسمعتها. وكمان حديثنا في خصوص الحضانه مع طرف اخر في الملف هذا. سي عبد المنعم، انت على الاتحاد التونسي لاصحاب المؤسسات الخاصه للتربيه والتعليم والتكوين، نقرا في الملف بتاعك لو تي بي اف اللي هو يكلها بالمحاضر والرياضه والمحاضر المدرسيه ومؤسسات التعليم الخاصه لكل من ابتدائي وثانوي وجامعي. يعني انتم النقابه نتاعهم؟ وي اونترودر سي اكزاكت. انت اليوم حكايه الحضانه هذه ولا الكاردوغي تظهر لك شنو، قانونيه ولا لا؟ خاطر فيها دو فولي، البلديه احنا مازلنا مشينا لها شباب تمشيو لها باش تقول لك هذا معناها ماهوش متوافق مع مثال التهيئه وانتم غيرتوا الصبغه من غير وجه قانوني. ثانيا وزاره المراه اعطتكم التاشيرات اللازمه والرخص اللازمه باش ان مدام نجوى تمارس النشاط هذا. سي سامي عندنا 8600 روضه، 8300 تقريبا ولا 200 ينشطوا غارق خارج دار القانون. لا بالقانون بدون تغيير صبغه المحل. لان تشرف وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن، وانا نتمنى بالساده رؤساء البلديات الكل اللي هما يعتمدوا الحوكمه المحليه في المقاربه نتاعهم، انا نعرف ان شيخه المدينه عندها الحق في تنفيذ هذا الفصل، انا لا انازع هذا، اما ما اتمناه ان عمليه مصالحه مع الذات لنرى المشكل من الزوايا نتاعو الكل. صنف جماعه تخليهم وناس ما تخليهمش. لماذا نعطيك ملف اخر مثلا كيما لي غاردوري سكولير في وزاره المراه؟ وين من وزاره المراه سابقا كمندوب يحجروا ان الاولاد يكون في الغاردوري سكولير في البروميير ايتاج؟ لماذا انت كدوله تسمح لنفسك باش تعمل مدارس ابتدائيه بروميير ايتاج فيهم اطفال؟ وسالنا سي عبد المنعم على الفصل اللي اعتمدت عليه البلديه لاصدار قرار الغلق. ش يقول الفصل هذا بتاع مجال التهيئة والتعمير؟ لا يجوز لمالك المحل أن يحول محله إلى حرفة أو تجارة أو صناعة إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من السلطات الإدارية اللي هي البلدية. تمشي للبلدية تقول معطيني تغيير صبغة المحل، يقول لك لا يمكن لنا إسناد هذا لأنه ماهوش داخل مثال التهيئة. اليوم وينهم الأولاد هذوما؟ راهو يلزم نكونوا فاهمين أنه علاش قلت أمن قومي؟ العباد اللي نسكروا عليهم في الفضاءات القانونية راهو غدوة يمشي يعني يمشي الفضاءات في دهاليز. باهي سي عبد المنعم، هل أنه اليوم هذا هو رد البلدية؟ ما فيهش حتى سوبلات، ما فيهش حتى قالت لك سكر وكهو. البلدية قالت لهذه المؤسسة اللي منظورتنا قالت لها سكر تو سامبلومون وكهو. اليوم لما تجيو تلقاوها مؤسسة مغلقة. أنا نقول ل 120 ولد وين مشاو؟ أسأل السيدة سعاد عبد الرحيم. احنا تعرف شنو اتصلوا في بلدية تونس وباش نشوفوا الرد نتاعها كونسيرنا الملف هذا. أنا متأكد أنها باش تلقى حل لهذه المؤسسة. إن شاء الله. واحنا يد خير تمتد كاتحاد، ما نحكيوش بمنطق القوة أو التقاضي، أنا نعرف أنه في مسؤولين. فما لازم بلاس. فما في مسؤولين البذرة الطيبة خليوا لي مصلحة الأطفال. وباش نسمعوا موقف الطرف الثاني اتصلت بالكاتبة العامة لبلدية تونس باش ناخذوا موعد للرد في خصوص مشكلة الحضانة المدرسية. ألو. وي عسلامة. مدام حفيظة، أنا سامي بن نور من حوار تونسي. مرحبا يا لا. إن شاء الله مانيش قلق فيك. يفضلك، ميرسي. جوست مانيش نطول عليك، حبيت أن رونديفو مع حد من المسؤولين على بلدية تونس. على خاطر اوني اون تران دو تريتي ان كان تاع حضانه مدرسيه ونحبوا الرد في خصوص قرار الغلق نتاعها. دونك كنت تحب بعد نعطيك لي ديتاي ونشوفوا ان رونديفو. باهي مدام، كمل الريونيون نتاعك وتكلمنا باش نتابعوا ملف الحضانه المدرسيه ولا الحديث بقيه. هو المنصوح به من الاطباء انه الناس ما تاكلش ما بين الوجبات، ولكن حتى كي تاكل ما بين الوجبه والاخرى اللي تاكله لازم يكون صحي. هذه فكره منى اللي حبت ترقى حل للغرينيوتاج، والحل هذا في مشروع يعيش شويه صعوبات. هذا طريق منزل بوزلفه من ولايه نابل. في الوقت هذا تكون منى في دارها اللي حولتها لاتوليي باش تبدا تقص الغله. زعما شنو باش تعمل بها؟
كبشت في المشروع على خاطر إذا كان أنا ما كبشت فيه حد حظمش في كبش. أنا كنت نخدم من 8 إلى 5 كل يوم، نخرج من 7 نروح 6. شهريتي جاريف فاني نخلط عليها توفى لو 15 جبونس ميم با لو 15 ساعات توفى، وباش نقعد حياتي كلها كيكا. بورتون أنا عندي اون إيدي إنوفانت، أنا الإيدي متاعي في 2016 في فرنسا خديت أحسن إيدي إنوفانت، فما اون جين فرونسيز عملتها. علاش ليه في تونس ما تكونش؟ منى بدات مشروع خمت فيه توا 10 سنين، وقت بدات تفكر في ماكلة صحية لأولادها، بعيد على المواد اللي فيها برشا سكر. دخلت على الإنترنت، لوجت وخرجت بفكرة، هو أنها تشيح الغلة والخضرة وتخرج ببرودوي جديد. والله هو ما جيش هكا اون إيدي لو جور أو لوندومان، الحكاية قعدت حكاية 10 سنين وهي تدور. من الأول سيتي أن برودوي في الدار. ومن بعد بتي بتي قلت علاش ما يوليش كوميرسياليزي وما يستعملوش الناس الكل سو برودوي بويسك هو مش موجود في المارشي. منى استقالت من خدمتها كأجون ادمينستراتيف، امنت بالفكره وشريت ماكينه صغيره تشيح المواد الغذائيه، ان ديزيدغاتاتور اليمونتير. توا 5 سنين من اللي بدات منى تخدم وتحاول تسويق خدمتها بامكانياتها الذاتيه، لكنها فشلت انها تتحصل على تمويل لتكبير مشروعها. توا خايفه. خفت على خاطر اول حاجه هو برودوي جديد، ثاني حاجه انا ما عنديش راس مال اللي باش ندخل بيه للمارشي، ما عنديش تو سكي فو. دونك سيتي بتي ا بتي بشويه بشويه نعمل بشويه ونهز نوري لي ريفوندور، ندوق العائله نشوف دو كوا يل ساجي، يتباع ما يتباعش. سي سا التوا خايفه التوا، اما سي ميو توا خير من قبل برشا. العائلة الحق شجعوني، فما اللي عاونوني، عندي راجلي الحق متاع ربي ديما يدس فيا وديما يعاون فيا، والحاجة اللي نستحقها وينجم يوفرها يوفرها. أمي حماتي عاونوني في البروسيس دو فابريكاسيون الكل. عندي خويا زادا ستان فوتوغراف، غراس لوي الفيديو اللي عمله لي لولاني هو اللي خلاني نحل برشا بيبان منهم باب متاع المشاركة هذية، خاطر الفيديو هذاك هو اللي بعثتو لي ريفوندور، بعثتو لي زيميسيون، بعثتو باش نشارك بيه. منى تأكد على أنه مشروعها فيه قيمة مضافة كبيرة، خاصة ضد تبذير الغلة والخضرة، المادة الأولية متاع خدمتها. الخضرة والغلة اللي قاعدة تتلوح، تنجم هذيك قبل ما تتلوح وقبل ما تخلط للإيطا اللي ما عادش نجمو نستعملوها، تتنظف، تترحى وتتشيح وتقعد فوق العام. كونسيرفي من غير حتى ماتير دو كونسيرفاسيون، كونسيرفي ناتوريلمون. وسألنا منى على صعوبات مشروعها. أكبر صعوبات في المشروع هي أول حاجة الكوميونيكاسيون، أنك تعرف بالبرودوي وتعرف بقيمته، على خاطر البرودوي نكزيست با سور لو مارشي، ما عندوش أن سيميلير. دونك باش يفهموا قيمة البرودوي لازم برشا كوميونيكاسيون، برشا بيبليسيتي، باش نعرف بالبرودوي متاعي مستحقة شكون يعرف ساعة يعرف بالبرودوي. ويمشي للسيب الاكزاكت اللي حاجته بيه. وبيان سور الحكايه تسحق برشا تمويل، برشا فلوس، برشا بريزونس في البلايص الكل. في السنين الجايه ان شاء الله راه المشروع اكبر برشا، راه خذيت نيه متاع الاكسبور، على خاطر البرودوي يفرض روحه برشا في لي بي دي ترونجي، خاطر ديجا البرودوي موجود لبرا ويعرفوا، جي با بيزوان باش نعرف بيه. في تونس بتي ابتي عطاو يلقى بلاصتو، على خاطر اللي خذاه عاود خذاه ولي كونفانكو بالبرودوي. دونك بقدرة ربي بشويه خدمه وبرشا ثقه وكوميونيكاسيون يخلط البلايص ويعرفوه الناس ويوليو يشريوه. أما زعما منى فرحانة بمشروعها؟ أنا عملناه لكي هالوقت ما عنديش لا سوسيتي ماهيش كغيي، ما عنديش ماتريال بروفيسيونيل اللي نجم نوفر بيه السلعة سواء المارشي اللوكال ولا حتى الإكسبور. جسوي تري ساتيسفيت وإن شاء الله كل يوم نزيد نقدم أكثر، وبتي أبتي بقدرة ربي تعرف البرودوي ونولي ما عادش خالطة على الخدمة. باش نرافقوا منى في مشروعها وفي سبل تطويره، وللحديث بقية. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم، ديما تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك احنا معاك، ولا تبعثونا باقتراحاتكم على الادرس ميل احنا معاك @الحوار.ان، وما تنساوش احنا ديما معاك.